صلوا على نبينا المصطفى اعزائي المشاهدين. شوفوا معايا بالنسناس وين راه يجري اعزائي المشاهدين، في ظروف صعبه جدا وفي مكان خطير جدا، يعني يجري مش يمشي، يجري يجري يجري. سبحان الله، كي دايرين هذا الخيط لكي الانسان ما يسقطش الاسفل. صراحه الانسان هذا يعني يروح لواحد الاماكن، يروح لواحد المناطق وين اي انسان بعقله يعني اي انسان ما يقدرش يتصور انه يكون فيهم في هذه الايام. سبحان الله، يعني حتى الحركه تاعو تكون حركه سهله وكانه يمشي في طريق عام. يقدر يعني يفتح مواضيع وعادي وفي وسط كل هذا لابريسيون وعادي، يعني يفتح موضوع يتكلم سون بروبليم باسطة. شوف 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 المكان اللي يمشي فيه ومكان السقوط اللي ممكن يكون في اي لحظة، يعني يمشي محاذاة الموت. يعني هنا اي خطأ اي خطأ ممكن انه يكلفه الكثير والكثير. هوي 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 هوي. رعشة رعشة الادرينالين. شوف 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 ترى غير من مكانك من ليكرون من المكان اللي تفرج في هذا الفيديو راك تشاهد فيه، يعني تحكمك الفرتيج يحكمك الدوار. هذا المؤمر شو شحال صار؟ يعني كل فيديو راح يزيد يبوشي ليميت هذا بالنسبة للناس، كل فيديو راح يزيد يطلع في التحديات ويزيد يصعد فيها. احنا نتمنوا له السلامة، نتمنوا له الحفظ. لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا كلاب. مرير مستحيل، برودة الأعصاب اللي عنده مستحيل، يعني مستحيل. شوف راه فوقها ويزيد يلعب بيها. مستحيل. الله يستر عليك. سمح لي يا مدى، سلام ما كنتوش بعاني، كنت باش باش الناس بغيت منه. سليبينغ هير، يو سليبينغ هير. اجي لك اجي لك. وغندير العداء، شفتيني؟ نمشي في ماراطون في الجنة. لا 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 فوق ارتفاع كبير بزاف ويزيد يجري فوقه. الصراحة نشفى له يعني من البداية تاعو، البداية تاعو كان يقوم بأمور خارقة هذا من الناس، واليوم راه وصل يعني إلى عدد كبير من المشاهدات، عدد كبير من الناس يشوفوه إلى آخره. يعني سبحان الله تشوف بأنه في كل فيديو راه يزيد يطلع من التحديات، ولكن هل هذا الأمر يعني يجب عليك القيام به أم يجب عليك الاحتراس أكثر؟ أنا نشوف رأيي الشخصي أنه الأمر اللي يقوم به من الناس ولا واحد يقدر يقوم به إلا إذا كان في عنده نفس العقلية، يعني مخاطرة ومغامرة كبيرة جدا. وفي نفس الوقت أعزائي المشاهدين، أنا أفضل أنه بالنسبة للناس يبقى صانع محتوى، يعني ما يصرى له حتى شر، ولكن يحترس أكثر من الاحتراس اللي يحترسه هذا الوقت. شوف معايا وين وصل، إلى درجة أنه يوصل هذه المنطقة يصنع فيها مكان ينام فيه، مكان ينام فيه، شوف مكان ينام فيه. شوف معايا، شوف شوف معايا وين راح ينام. شوف معايا، شوف معايا راح ينام. شوف معايا، يعني أي خطأ، أي نصف خطأ ممكن أنه يكلف غالي غالي جدا. مجنون. وهذا الشعور وهذا الادرينالين، الاشخاص اللي يروحوا يديروا هذه الامور يعني يزيدوا يكونوا اديكت، يكونوا مدمنين على الادرينالين، لهذا في كل مره يزيدوا يصعبوا المهمات. المهم في الاخير اعزائي المشاهدين، يعني خلي لكم رابط القناه تاعو موجوده في الديسكريبشن بوكس، صراحه فيديو مجنون فيه تفاصيل كثيره، تابعوا فيديو فيه اكثر من 30 دقيقه، تابعوه تجدون رابطه في الديسكريبشن بوكس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.